الإخوة المواطنون. أيها الإخوة المواطنون، لا شيء. أيها الأبناء، لا أخطر على الإسلام، لا أخطر على الإسلام من أن تشوه معانيه ومضامينه وأنت تلبس رداء الإسلام. لا أخطر على الإسلام من أن تشوه معانيه وأنت تلبس رداءه. وهذا ما يفعله الإخوان المجرمون، هذا ما يفعله الإخوان المجرمون، يقتلون باسم الإسلام، يغتالون باسم الإسلام، يذبحون الأطفال والنساء والشيوخ باسم الإسلام، يقتلون عائلات بكاملها باسم الإسلام، يمدون يدهم إلى الأجنبي وإلى عملاء الأجنبي وإلى الأنظمة الأمريكية العميلة على حدودنا، يمدون إلى هؤلاء أيديهم ليقبضوا المال وليأخذوا السلاح ليغدروا بهذا الوطن، ليقتلوا المواطنين الذين عاشوا معهم في وطن واحد، في مدينة واحدة، في حي واحد، وأحيانا في بيت واحد. هذا ما يفعله، هذا ما يفعله المجرمون من الإخوان المسلمين، يمدون يدهم إلى الأجنبي مباشرة، ويمدون أيديهم إلى وكلاء أمريكا على حدودنا، يقبضون المال ويأخذون السلاح ليغتالوا هذا الوطن، ليقتلوا هذا الوطن، ليضعفوا هذا الوطن في وقت تقفون فيه وحدكم في مواجهة أشرس عدو وأشرس عدوان.